الصهبة الختامية للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الأندلسية والمالوف في طبعته العاشرة، نشطها المتألقان عباس ريغي وكمال بودا، حيث أمتعوا الحضور بمقاطع غنائية من تراث المالوف العريق. كما تم تكريم جمعية مقام الفائزة بالمرتبة الأولى للمهرجان كأحسن جمعية. هذا هو الكاتريام برومي بري لاسوسياسيون، ونهديه لعائلة مقام ونهدي لعائلة القسنطينيين بكل. اليوم نعاود نلتقي مع جمهورنا مع محبي المالوف، وحنا جينا خصيصا باه نمتوا جمهورنا. الجمهور الذواق بمسرح الحاج محمد الطاهر الفرقاني استمتعوا بكل الوصلات الغنائية المقدمة في أجواء عائلية ممتعة. يعني مهرجان هائل، يعني يرد لنا الروح تاع قسنطينة. يعتبر هذا المهرجان ثمرة من ثمرة قسنطينة. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المهرجان دائما. كانت يعني فرصة للتلاقي، فرصة للتأخي، فرصة للتلاحم ما بين الفنانين، العودة إلى الجمهور، العودة إلى القاعة. يعني كانت حقيقة قسنطينة مضيافة يعني. ويضرب المهرجان الثقافي الوطني للأغنية الأندلسية والمالوف موعدا لمحبيه السنة القادمة بعد أن قدمت الطبعة العاشرة ما كان ينتظر منها.